أنا كنت قريت من كام يوم إن في شركة أدوية اتقفلت. سمعت عن الموضوع ده؟ وهل إن ممكن الشركة بعد ما تاخد الترخيص بتاع الدواء وتبدأ تصنعه الحكومة تمنع التصنيع عادي؟ تعالى وأنا هجاوبك على الأسئلة دي. طبعاً لو الشركة ما كانتش ماشية بالمواصفات اللي الحكومة حطاها طبعاً هتتقفل. طب أنا لو هفتح مصنع إيه اللي ممكن أعمله علشان أتأكد إني ماشية على المواصفات دي؟ يلا نشوف. Regulatory Affairs دي بتبقى وظيفة موجودة في مصانع الأدوية والأجهزة الطبية، نقدر نقول إنها حلقة الوصل بين المصنع والجهات الرقابية. طب بيعمل إيه بالظبط؟ الشخص اللي شغال في المجال ده بيقدم نصايح من حيث الجودة والحفاظ عليها، وكمان بيتأكد مطابقة عملية التصنيع كلها، اللوائح والقوانين، حتى الليبل اللي بتتحط على العلبة لازم بيتأكد منه، وبيكون على طول مطلع على كل القوانين والتعليمات الجديدة اللي بتنزل. كمان بيبقى مسؤول عن تجميع كل الداتا دي عشان لو الشركة احتاجتها في أي وقت. كمان بيبقى هو المسؤول عن أي تصريح الشركة بتحتاجها، زي تصريح الماركتينج مثلا. طب أكيد هتسأل نفسك سؤال، يعني بعد كل التعب ده المرتب بتاعه هيبقى كبير ولا هيبقى عامل ازاي؟ تعالى أنا هقولك، الراتب السنوي ممكن يوصل $100,000 في السنة. هتقول ياه، يبقى على كده بقى بيطلبوا مؤهلات عالية قوي عشان الواحد يقدر يشتغل في المجال ده. هو كل المطلوب منك لو عايز تشتغل، أول حاجة لازم تكون خريج أي كلية علمية، تاني حاجة يبقى عندك خبرة في مجال الأبحاث، ويبقى عندك شوية سكيلز زي أول حاجة نيجيشيشن سكيلز، بما إنك هتتعامل مع جهات حكومية وتصريحات لازم تبقى بتعرف تتفاوض بشكل كويس، تاني حاجة بريزنتيشن سكيلز، تالت حاجة الاي تي سكيلز عشان بيبقى مطلوب تسجيل داتا بشكل مستمر، رابع حاجة Analytical and Problem Solving Skills لأن الشركة هتقع لو أنت ملقتش حلول بسرعة، خامس وآخر حاجة Attention to Detail لأن على طول هيبقى مطلوب منك تفتكر القوانين وأي تفاصيل فيها.